هذه الحلقة التي سوف تكون مختلفة عن كل الحلقات التي عرضناها في برنامج عشت وشفت بزاف بالك ناس كانوا يقولوا لكم خطيك منها ولا انت يقولوا لك خطيك منه هما دوك دوك يشوفوكم كيف كيف مزوجين عندكم زوج دراري الله يبارك يعني يقول يشوف البنت اه الله يبارك بنتك زين الشاب بعد المرور الاول ياسمين وامين في البرنامج سنين 24 سنة ما نعرف ايش ما <applause> هذه كبيرة من عند ربي والله ويعطيك الصحة خويا يوسف والله ترقبوا المفاجأة المدوية في العدد القادم من برنامج عشتو شفت <applause> سلامات اخويه على جميع مشاهدي قناه الشروق اهلا بكم الى هذا العدد الجديد نحن متحمسون جدا لبدء هذه الحلقه التي سوف تكون مختلفه عن كل الحلقات التي عرضناها في برنامج عشت وشفت لاننا سنتقاسم الافراح مع المواطنين الذين سبق وان استقبلناهم ضيوفنا في هذه الحلقه كما كما عهدتم عليهم مشاهدينا الكرام هم كل من الاستاذه الاستشاريه الاسريه نوال مكيد مرحبا بك استاذه مرحبا بكم اهلا وسهلا شكرا والمحاميه الاستاذه نبيله وضاحي مرحبا بك يسلمي. استاذ مشاهدينا الكرام سوف نتقاسم معكم افراح كبيره جدا بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا كما أخبرتكم في بداية الحلقة مشاهدينا الكرام هذه الحلقة هي استثنائية في هذا الموسم لأننا سنعرض عليكم مجموعة من الأخبار السارة التي أفرحت المواطنين الذين استقبلناهم وستفرح كذلك مشاهدينا الأعزاء داخل وخارج الوطن. بخصوص المواطنين لا شك أنكم تتذكرون أمين وياسمين من شرشال هذه القصة الرائعة التي عرضناها منذ أسابيع والتي كان لها صدى كبير عند المشاهدين والمشاهدين الذين قدروا التضحية الكبيرة التي قام بها أمين اتجاه ياسمين والوفاء الكبير لياسمين من ياسمين لزوجها أمين وهما يحضران معنا وجاءنا بمفاجأة مدوية مساء الخير ياسمين مساء يا الخير يا لاباس الحمد لله يا كيف بخير صافا الحمد لله الحمد لله أمين كيف كيف مرحبا بك أخويا يعني دار داركم الله يسلمك راكم تقريبا الاستوديو ما راكم تبانوا شابين خير من المره اللي فاتت ومرتاحين اكثر من المره الله اللي فاتت انا قلت مقبل باللي انتم كيف فتوا الحلقه تاعكم كانت كان عندها صدى كبير لحقت حتى قنوات اجنبيه طلبوا منكم المشاركه معهم باش تحكيوا للاجانب الشيء اللي عشتوه انتم في بالله قبل ما نغوصوا اكثر في التفاصيل انا حاب نعرف هل كنتم متوقعين هذاك الصدى تاع هذيك الحلقة خاصة وأنها بثت مباشرة بعد العيد يعني عادة الناس يكونوا عيانين من البرامج ومن الشوفة ومن كل شيء ولكن الحلقة تاعكم كانت مدوية هل كنتم تتوقعوا هذاك الصدى؟ ما كنتش نتوقع صوت قلت خلاص جوزتها نظن بقى ماما برك هذا بصح من بعد بديت نشوف الناس تعيط لي لحقت كبيرة وشنو لي كومونتير اللي كانوا اللي فيك اللي سمعتيهم تاع الناس؟ شوط ما شاء الله ربي يخليكم لبعضكم ذري راجل على امين اه بزاف 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 وكاين اللي شوط ما يعرفش يهضر هضره تاعو عيانه بصح زين ما شاء الله آه <applause> ما شاء الله وامين انت قلت لي مقبل قلت لي بلي واحد البلاصه كنت فيها من بعد يعرفوها الناس وشنو هي قلت لي وين نمشي لي الناس يسلموا عليا وين نمشي كيما كي اليوم حتى الغدا من هم اللي يسلموا عليا يسلموا عليا يعطيك الصحة أنت اللي زون بارك الله فيك إن شاء الله ربي تدخل الجنة إن شاء الله كذا والحمد لله إن شاء الله ربي يتم بيناتكم إن شاء الله ربي يكمل آه. بيناتكم يعني حتى إحنا قرينا بزاف تعليقات و والهواتف تاع البرنامج كانوا أغل... كان الناس كامل يعني يدعوا لكم ويبعثوا لكم في رسائل دعم النفسي في بالك امين وعلاش الناس تاثروا بالقصه تاعك انت وياسمين ماشي مم. قصة كيما ق... قصص واحد اخرين كاين الحب في الجزائر ماشي ما كاش صار ما مايعيشوش يمي... مي... يعيشوش كيما عشنا هنا الحب يطيح هكذا شغل فلاش فلاش على فلان وفلانه ل... هذا الزوج هذا من اللي يبدا حتى وين يخلص تكون عندهم قصه شابه قصه مم. واقعيه قصه شفت وحاجه من عند ربي شفت ربي آه. يسخرني ليها ماشي كما قالت هي هي قالت في البرنامج قلتي باللي ربي بعثه لي امين بعثه لي بعد السنوات تاع المعاناه اللي عشتيها وحدك انت قلت انه القصه تاعكم كان فيها حب صح ما كانش غير الحب انا في اعتقادي انه نعم كنت كاينه ثاني شهامه كانت ما صعوبات كشوت صعوبات انا كشوت تجاوزت هذوك الصعوبات تحملت هذوك الصعوبات قلت معليش حاجه اللي راني متمنية انها كون خير من كيما نقولوا خير من البنات واحد اخرين ومشيت معها مشيت في ال... حملت المهم الصعوبات كانوا صعاب بلسان يجوا سهلين تحكي آه. كي تجربهم وتعيشهم وكذا واعرين بالب انا قلت باللي هذه الحلقه يعني ما نعود نعاودوا نرجعوا نفتحوا الجراح اللي حكيتوا عليها من قبل ثاني والدت امين اللي كانت معنا في الحلقه اللي فاتت ماشي راهي شويه عيانه يعني. تحب تجي اه اللي اللي عندها السكر وكذا هيك شو ترى هي مع رمضان اللي صمته وكذا راهي بعثت لي قطه ايه بعثت يعطيها الصحة الله يسلمك يعني أنا تسمحوا لي سأعيد عرض مقاطع صغيرة من الحلقة لكل المشاهدين الذين ربما لم يشاهدوا قصة ياسمين وأمين من من دائرة شرشال بولاية تيبازا سنعود لنسترجع بعض المقتطفات المؤثرة التي طبعت قلوب المشاهدين ونعود لمواصلة الحلقة وإعلان الخبر السار كيف كيف مزوجين عندكم زوج دراري الله يبارك يعني يشوف البنت الله الله أه. أه. اه الله يبارك بنتك زين شابه الله يبارك اه والله الله يبارك فيك هكذا إليك ان شاء الله يحبوا يفهموك قبل هما يخموا خير منك ولا يعرفوا في يعرفوا في بلاستيك شكون هي المراه اللي تليق لك واش تقول لهم لهذه النوعيه من الناس؟ إيه شو تسمى بين حاله بين شخصين شخصين زوج كي يدخل ثالث يعني كي يدخل ثالث يكسر يكسر هذه العلاقه هذيك مام كي يكونوا زعما هكذا زوج دي كوبل قاعدين ما ينجمش واحد يريح معاهم ما يقدرش ما على بالوش واش كاين بين زوج قلوبه الثالث من جمش يدخل الحب فيه زوج قلوب ما فيش ثلاثة ولا أربعة هذه هضرة عميقة جدا صح الحب فيه زوج قلوب زوج قلوب ما فيش تارف. بزاف كانت هذه بعض المقتطفات ياسمين كيف كيف حسيتوا كي, كي كنتوا تشوفوا؟ اه اش ما حسيتو قلتي لي بلي شفناها في الدار 20 مره لا 20 يعني خطرة ولا نعاود يقولوا واش كي تفرجوا تفرج في يوسف الحلقه تاعي واش كنت واش انت كمشاهده واش كنتي تشوفي في, في الكلام ديالك واش واش لاحظتي صوت صوت هضرت من قلبي صوت الجرعه هدرت نظر من قلبي ما خفت ما نورمال وهو كيفاش بان لك نهضر مليح كاع يقولوا له تبارك الله ضعف نقضي ولا يقولوا لي راجلك ذري راجل والله كاع <مم> من جلس يقول لي يعطيك الصحه بارك الله فيك جست بيان أه. <مم> الله يبارك تعرف تهضر تعرف كذا <مم> انا كنت حاجه خرجت من قلبي من القلب وحاجه اللي تخرج من القلب دائما تجي جنبه انا كنت قلت لك مقبل قبل ما نصور قلت لك باللي مرات كاين واحد الفئه تاع المواطنين اللي احنا ننتميوا لها كامل يعني هي فئه المواطنين البسطاء هذاك المواطن البسيط اللي انت زعما تشوفه بالك ما يبانلكش حاجه كبيره ماديا تلقاه قادر قادر يدير تضحيات ما يديرهمش اصحاب الاموال قادر يتزوج مع طفله بحال ياسمين من برا يقاوم اهله يعني ويدير معها الدار ويجي معها اولاد ويبقى صاينها عكس الناس ربما اللي عندهم قدره ماديه كبيره ولكن قدره انسانيه ضعيفه ربي كيمد كي يمد حاجه واحده ما يمشي كلش في ضربه يعطيك حاجه وينحي لك حاجه يعطيك حاجه وينحي حاجه وقدر يعطيك كلش وما ينحي كلش نحيلك كلش فوالا ربي ما يقدرش يمد يعطيك دراهم يعطيك الهناء يعطيك ما يسمى خلاص ما ما كان حتى اختبار يعطيك حاجه حاجه ويعطيك حاجه واحده اخرى اللي ماشي مليحه حاجه مليحه وحاجه ماشي مليحه من مين تعلمت هذه الهضره هذا الوعي؟ من من هذا الوعي؟ كنت صغير كنت صغير نشوف بزاف لي فين تبع بزاف لي فيلم ونقرا من تحت اونغلي نقرا 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 وكان الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد عليه مات هو اللي شو عطاني هذا الوعي كيفاش تهضر كيفاش تقعد مع الناس كيفاش تلبس كيفاش كذا كيفاش كذا كيفاش تشوف الناس كيفاش تشوف شوف الناس, الناس. كيفاش تكون عندك الرحمه وصح كان حنين كريم في قاع هو اللي رباني هو اللي عطاني لهذا لما جيتي عندنا ياسمين انت كنت حامل كنتي آه كنت قريب شهرين ونص شهرين اه كان قاعد لك شهرين باش تولدي ولا كنت في شهرين؟ لا لا كنت في شهرين ثلاث شهور كنت عاكي. في شهرين ولكن للاسف توفى الله يرحمه كيفاش عشتي هذاك ال دخلت في دوامه خلاص كرهت روحي جيت لهم روحي شغل نزاد بيبي بي كنت نستناه تسع شهور ومن بعد ما طبت ما كان والو كيفاش مات؟ هي شغل السكر ما تزادوا صحاب الاطباء تاع سيدي غيلاس ما بالي رمضان العيا ومنا هذه قلت ما ما تجراوش نورمالمون يشوفوا حاله طارئه مم. كيما هذيك نورمالمون ليه يديروا لك لي السيروم لي زاناليز ويعيطوا خلوني هكاك لا سيروم في لا سيروم راحوا خلوني. كيفاش شوط... راحوا خلاوك يعني سي كراف صوت صوت هكذا خلوني ب... بيا بهذاك الستر ما حاولوا ما عاونوا يعاونوا ما حاولوا يعيطوا حاولو و... راحوا خلاوني قعدتي وحدك؟ والقريب نص ساعة ساعة وأنا وحدي باش جات لومبيلونس داتني مم. في بازو. احنا نقولوا الله تعددت الاسباب تعبني. اه وتعددت الاسباب ويقول لك الموت واحد يعني واش قلتي لي انا ما كنتش عارف بلي توفى وليدك ربي يرحمه واش قلتي لي في التليفون كي كي بشرتي قلت وعوضني حاجه كبيره آه ايوا عوضني حاجه كبيره صح. وبالك آه. هذيك الحاجه كبيره هي اللي كانت ما تروحي في دوامه اكبر صح. من الحزن. صح. طيب قولي للناس وشنو هي هذا هادل... لقيت بابا <applause>

ما نعرف ما خلاص انت تعرفيها هي كبيره من عند ربي والله ويعطيك الصحه خويا يوسف والله انت امين والله انت شغل كبيره هذه انا ربي سخن ربي اللي سخرنا ماشي كثر الخير على جوزتي وكاع اللي وقفوا معايا والله كنت ما كنتش نستناها نلقاها والله وتربي نحاني وليدي هو صراحة قريب ما قتلت روحها ويقول لي قريب ما قلت خلاص أي الاكتئاب اكتئاب وصخت ولدي كنت نسنا فيه ما شغلت ماش عارفه واحد شدني ولا شغلت قال لي عن نعطيك الله ما تفاتت وبعدها حتى في لي برك جلست حسيتي كيما اليوم غدوة من ذاك مع الصباح مشي قال عشية ولا حتى عدو ساعة تطليقاتي قاتل الأمين قول بلك تقول لها خاتش تطيح ولا كش ما بنت ماما شكون هي هذه تقريبا أول مرة في حياتك منذ 24 سنة ولي لقيت ماما وانتي تهضري على اللي ولداتك <تكلمة> يعني الكلمة واحدة هذا كان اني متفهم أنه راكي تبكي لأنه الكلمة كبيرة كبيرة واللي راي تقول فيها تليت أم ما منتي أم صح يتمع بالك المعنى تاع هذا الشيء معنى كبير <تكلمة> كيفاش حتى لقيتيها واحكي لنا تفاصيل تاع اللقاء الخبر كيف سمعتي كيف سمع امين دوك انا كنت في الدار نورمال راقدين مع الصباحه ثمانية 8 ونص تاع الصباح هكاك عيطت عجوزتي الامين انا كنت راقده ما لا باليش يا امين ولا راهي قدامك ياسمين بعد عليها قال علاش واش كان حبا عبنا كاش لبلا جديده ولا قالت انا لقينا يماها انا ما لا كيفاش ومن وما حكات لنا عجوزتي بلي ودي اي بنت هو استغفر أه أه الله يا ربي بتخلتي انا كتبت في لي كومونتير بلي شكون أه يعطوني النيميرو تاع ولا وين تسكن ما ريبوندات بوندات بنت خالتو قالت لها عندنا الطفله قالت لها عطيني نميرو لها تاع عجوزتي عجوزتي هدرت معاهم وعرفتهم وكاع عطات لهم تاع امين حتى عدو الثقة تاعو فوالا أمين بدا هو الأولى يقرا واحد الحاجة شدي روحك لي جا ما نقولها لكش أنا تقولها لك يما خير لي شدي قلبك وأنا عن بالي شكون مات عزيز عليا ولا قالتي الحمد لله ربي راه لقينا يماك وقيلا لقينا يماك قلت هكذا قلت له دي روحو تبهللو عليا أنايا ما نديرش عليكم أه قلت لهم له أنا منكمش ما أمنتش 24 سنة ما بانتش حوستي عليها وحوست عليها وكان ما حوس ولا ما على مم. باليش ولا ما قلت لها امينه بدي أم يلعبوا بيا يجيبوا بيا الوقت ما كاش منها هذه ما تقالي ودي كاينه منها قلت ما نامنش حتى نشوفه ما تقالي وقت تشوفي قلت لها قعدت قلت باكي تمسخ ما نطمعش روحي راهم يتمسخروا بيا نحيها من راسي خير بالك كانوا يقولوا لك هكا غير باش ما تحزنيش على الطفل لا قلت 24 سنه ما سنيتهاش وما الطب يقول لها ودي ماشي معانا انا غلط غلطين نحرق نزيد نحرق قلبي هكذا قلت لا لا ما نطمعش خليها تجوز كاكو ومن بعد حتى قالت لوسي نسري قالت لي هاكي النيميرو عيطي بدينا بخوالي ومن بعد خالاتي ومن بعد رحت للماما ومن بعد عيطت لي خالاتي قلت خلاص الارتكاب ارتباك ارتباك جاني الهضره ومن بعد هضرت معاهم صافا صافا لاباس شغلت ما جاني شوك مع والو هضرت معاهم صافا لاباس ويتضاربوا على التليفون حفظتي ومننا ومنا قلت وش كانوا يقولوا لك؟ حفظتي وحوسنا عليك شغلت واحد راه نادم على حاجه كبيره دارها ولا قلتهم لا لاباس الحمد لله راني بيان ومن بعد حبوا يجوزوا لي ماما ماما حشمت حشمت تواجهني لهم صح جوزوا هالي ما فيها والو هذه خلاص حاجه اللي فاتت صيبهم فاتت ما بقات لي كلمه وحده بر قالوا بنتي وبعد راح تبكي شبعت تبكى نسمع فيها ما قلت لها قلت لخالي ومن بعد هذا خالي خلاص سرح في الهضره معايا صيبو مع خالاتي وما نديروا نهار باش نروحوا اللي غدوه غدوه من ذاك روحنا غدوة من ذاك تفاهمنا فهمنا النهار بعد انا ما قدرتش خلاص رحت للكوزينه عطيت التليفون لامي قلت له كمل معاهم راني فما نبكي 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 خرجت هذيك الكبيره كاع ما تفاهمنا بلي نروحوا منا بعد رحنا الصباح كيفاش فاش كنتي تخمي وانت رايحه تتلاقاي بيماك لاول مره منذ 24 سنه كنتي كنت كاين <applause> اللي خمم يلومها كاين اللي خمم يشوفها برك كاين اللي خمم يهضر معاها هذيك الليله كيفاش داير وجهها مينا رقيقه تشبالي امي مازال ما صبحش الحال شو لك هذا صبح طول هذاك النهار هذيك الصبحيه طولت مضاري غير نوضو بقاو جا العشره اوو هذاك النهار الصباح طول بزاف وما رحناش ديجا بكري ومن بعد كي النهار اللي رحنا عليه صباح غير مقلقه حتى الضابط معاهم كاع في الطريق غير قشن الحق نشوفه هو الراهي ولا كيفاش دايره فوالا كيفاش دايره كيفاش وما حتى لقيت خالي آه ولقيت لا فامي كبيره ما تسلم غدوه آه يا ربي لا كلمه الغدوه من بعد انا سمعت انا لما سمعت الخبر كنت في كنت خدام في الشروق منال منال مصنف هي اللي قاتلي يعني انا شغل تشوكيت في زوجة فايز تشوكيت انه الحلقه فاتت دوك غد من ذاك لقينا <تصفيق> الوالده تاعك <applause> <applause> والشيء اللي عجبني يعني مانيش حاب نقول صدمت انه ما كنتيش حاجه يخبوا فيها بالعكس كانوا كاع لا فامي يحوسوا عليك يحبوا يهضروا معك باسكو جينيرالمون هذه الحالات تلقى الطفل هذاك هو السر تاع صحيح خبية. <applause> هما كاع العائله تاعك احنا نوجه لهم تحيه كبيره جدا من البرنامج كانوا يتسابقوا باش يشوفوك ما زلنا مكملين في هذه اللحظات التاريخيه بالنسبه لك وعندنا الفيديو دوك يشوفوه الجمهور الحاضر معنا في هذا التقرير يشاهد الفيديو كاملا للقاء ياسمين مع اهلها ولكن المشاهدون في منازلهم لن يتعرفوا على الوجوه لان لان ما يهمنا هو فرحه ياسمين مع الحفاظ على هويه العائله سنشاهد الفيديو سويا

<صفيق> الله يسلمك الحمد لله الله غلا بس الحمد لله الحمد لله <تصفيق> 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 هذه هذه ماماك مم. واللي كان لابس هذه في خاطرك يعني هذه احسن من الزغريطه <applause> العروس يعني تاع كبيره والله كيفاش هذاك الشيخ اللي كان يشوف جدك هذاك جدي قلت لي راه يعيط لي كل دقيقه كل دقيقه بسكي ولا كل دقيقه آه يحوس عليا وباين بلي راهم يحبوك باين بلي يحبوك كي شفتيها هي اول مره كلش برد فيها قعدت نشوف صوت مخلوعه تبعد هي تبكي لما ما قدرتش نبكي باسكو خلاص 24 سنه نشفوا دموعي م. دموعي نشفوا خلاص ما عييت نحوس عليها ونحوس ونحوس ما ما كاش ما تحت نقطها وكاع ومن بعد النهار اللي روح باش نروح لداري خلاص قعدت معاها قصرت معاها نسيت طلت عليا من يعني الباب هكذا شغلت قلبي من اللور شغلت نجبد قلت انا ما قدرتش نبوسها ما قدرتش ما قدرتش تخرج خرجت هذيك تاع خلاص مش قاعد الفتات كما نقول هذاك اللي خرجت وما ما تقدر بريتي بارابور كان صار لك كنت صغيره بريتي شفتي الام تاعك بريتي بريت الام يعني الام حاجه نعمه نعمه مقد... نعمه تقتل هذه الكلمه عليها التصفيقه الام نعمه الام فعلا نعمه وامين كي تلاقى بهم امين كي تلاقيت بهم كيفاش انت تلاقيت بهم وليت نحس روحي انا اللي راني تيب <applause> كاع عيطوا رحت منا يا خويا ديوني رحت معاهم بالقهوه خلصوا لي ما ما صابوني يحطوني وانت وخلاص وراك معانا ونجيبوك لا قالوا لي خلاص اه نجيبوك هنا تسكن ان شاء الله باسكو وليت انت في عرضهم كما نقولوا شرفهم وليت خلاص وليت قالوا لي الدار اجيك قال لي ما تحش ما كلاش تدق ولا تعيط اجي تدخل ديرك؟ اه ان شاء الله ان شاء الله ربي يدوم الافراح وربي يبقي يستر ان شاء الله يا رب يستر عليكم يعني وتستاهلي يا اسمي انا كما قلت لك في التليفون انه هذه نيتك ما انت يعطيك الصحه وكل ماشي و ثاني والمحامي والاستاذ عبري والله يعطيك الصحه والله يعيشك هي انا مقدم البرنامج انا مقدم البرنامج صح برنامج عشت شفت فيه فريق كبير فريق تقني كبير وفيها في الصحفيين كاين انا وفاطمه ومنال يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه صحة كانوا متبعين القضيه تاعك وكاين امين عبدي اللي عرفنا عليكم امين صاحبي الصحه من شرشال والله. هو اللي يعرفني عليكم اول مره امين يعطيك الصحه امين كي عيطت له ثاني يبكي قلت له ياسمين لقاتي ما تهضرش لقاني لقاني قال لي وايق. قلت له آه خلاص فرات قال لي روح روح ما نتلاقى كان وصيتو ما يهضرش قلت له بعد نتلاقى مازال ما تلاقيتش المعلومه دونك في البرنامج هذا كاين بزاف ناس يخدموا يعني بدايه من كل التقنيين وحنا الصحفيين وانا المقدم واللي يخدموا المونتاج الى غير ذلك يعني فريق كامل الله. ساهمين في هذا الخير هذا الخير خس. اللي تقاسمناه يعني زياده فينا يعني صح والله صحة كاع والله فرحتنا ياسمين هذا الجانب المفرح من مقبل زدتي عطيتيني معلومة خطيرة خطيرة ياسمين انت لست مجهولة نسب، تحبين نهضرو عليها؟ نحكي ما فيها والو خلاص فاتت ليش؟ فاتت طيب انت خطفوك خطفوك من المستشفى يعني اه قولي قولي وكان على حسب وش حكاولي انا كان احساسي في محل نهار اللي قلت باللي انا عارف باللي على بالي باللي, باللي تعرفي ما قلت لي احساسي كان هنا صدق قلتيها في الحلقه اه نهار الحلقه اخي قلتها قلتها قلت نهار اللي قال لي خالي ما ما امنتش ما أمنش صح ما أمنش كيفاش انت قلبك طفله صغيره طفله صغيره بيبي سرقيني من السبيطار خرجتيني بلا بلا قانون بلا ورق بلا دوك في الحقيقه باش راح تواجهني دروك ما كانش اللي عنده دروا يهضر معايا علاش هضرتي كذا علاش هضرتي كذا علاش هضرتي كذا م. انا نتبع الكلام واش هم يهضروا انا كنت صغيره ما نعرفش خرجيني بلا قانون قراف وبدلوا لك الاسم بدلوا لي الاسم م. م. ويماك ودارهم ودا حوسوا عليك بزاف سنواتهم قلبوا شوف خالاتي خوالي نسا خوالي كاع جدي 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 وماني الله يرحمها الاولانية تاعو حوسوا عليا قلبوا عليا زاير كاع ما لقاونيش راحوا للسبيطار وين وين زدت انايا في 99 ما صابونيش هي داتك من الماتيرنيتي؟ داتني مسبيطر مسبيطر. من السبيطار من السبيطار وين كاين الرضع فوالا رفداتك اوازاغ كيما كانت تقدر ترفد اي واحد اخرى فوالا خاطش الطبيبه اللي كانت ولد ماما ليت صاحبتها هي صح ماما ما تعرفش ماما بصح صاحبتها اللي انت كيش تزور تخرجيني بلا الورق هذا هذه هذه خطيه خط جدا هذه قضيه خطيره جدا وتفتح الباب امام حالات كثيره للاهالي الذين يفقدون ابنائهم داخل المستشفيات وياسمين هي شهادة حية لطفلة أوهمت أنها مجهولة نسب وأنه تم إحضارها من بوبونياغ تاع الأطفال في حجوط ولكنها في الأصل ليست مجهولة نسب معروفة النسب معروفة الأم ولم تتخلى عنها والدتها بون كاين بزاف حاجات خطيرين واحد اخرين ياسمين بصح نحبسوا هنا لانه مانيش حاب نزيد نصدم الناس اكثر صح وش يهمنا هو الفرحه اللي راكي فرحتها صح ودار البرنامج تاعنا مفتوح لك يعني مرحبا بك مره واحده اخرى في اي سلم. حاجه تحقيها يعطيكم الصحه انتم ثاني و... بلا بلا مزيان آه قلت لك باللي عيطت لي هي في تليفون? قلت لي مم. قلت لك إيه. عيطت لي دوك اسكو راح تعاود تعيط لي بعد هذه الحلقه وش راح تقول يعني؟ ما عندها ما تقول ما عندها ما تقول وش راح تقول زعما؟ راح تقول, ما ما تقول. قول قول زورتي لي الورق مم. مم. على كل هنالك تفاصيل خطيره جدا في هذه القضيه ولكن الحمد لله كما يقول لك حبل الحقيقه تظهر حتى ولو دامت 24 سنه آه سنه كي كنت رايحه عندهم انا وصيتك قلت لك بلاكي تقولي لها حاجه عيانه بلاكي تحكي لها اشياء ماشي ملاح احكي لها فقط آه على امين وعلى فيليسيا كي شافوا فيليسيا كيفاش كان آه. احبوها مام هي حبت ما حبتش تجي معايا اه وتتقعد هنا قتيل قاتل قاتل فما ما نجيش ما نجيش روحوا انتوما قعد هنا اه اي تسنى في العطله غير بقا آه شديها باش تروح سلمي عليها وأنت كان نتلاقاو ان شاء الله في في شرشال من نجي نحوس ناكلوا الحوت مرحبا بك سبيسياليتي انا الحوت طيب الحوت مازال ما ذقتوش كاع الله ينورك كاش ما كاينه حاجه حبيتوا تقولوها للناس اللي كانوا يدعوا لكم بالخير كاش ما حبيتوا تشكروهم ولا حبيتوا كاش حاجه تقولوها قبل ما ننتقل الى الجزء الثاني رانا عندنا حاجه برك ما طالبين حتى حاجه في الدنيا طالبين غير سكنه برك هذا هي اللي غير سكنه برك باسكو رانا في تمرميده كحله تشوف المنزل اللي راني نسكن فيه ما تقدرش تدخل كي بنتي بنتي اه كانت صغيره اضطها طبا منها هذا في عمرها عامين اضطها طبه منها اه ولا ما خشيتش نكذب هذه حاجه تاع ربي ما الطفل اللي كان في كرشه دا الضربه من هذيك الضربة باسكو كاين بزاف ميديتي. آه. ما كاينش السميشه وين تضرب. ممكن جدا. وزيد بزياده أيه. ماشي دا داري انا، راني يعني آه. كاري. كاري. شد ديباناج وخلاص ما تقدرش. ارحمنا وخلاص. لا تخصنا غير سكنا برك ومانا طالبين حتى حاجه. آه في في دائره ولايه تيبازا دائره شرشال المسؤولين آه اكيد انه وصلهم نداءكم ان شاء الله ان شاء الله وكما يقولوا هذه نحن امام مواطنين يعني بسطاء ونحن امام قصه يعني كما قلت لكم تسارعت القنوات الاجنبيه من اجل عرضها ونقلها للمشاهدين ونحن كجزائريين كي نشوفوا بلي عندنا واحدة كما ياسمين واحد كما أمين يعني هذه العائلة المليحة مليح نحافظوها ونمكنوها من حقها في السكن طيب أنا سأنتقل إلى الضيوف الأعزاء نوال مكيد يعني سمعتي هذه القصة يعني تقريبا ما اسكو من أروع القصص اللي ممكن يتخيلها العقل أنه بنت 24 سنة ما تعرفش ماها وحلقتها بثت في وقت لا يصلح للبث يعني نسبة إلى العيد أسبوع العيد ولكن صدى الحلقة أوصلها مباشرة إلى الشخص المعني بقضيتها يعني حتى ما شافوهاش بزاف الناس ولكن شافها الشخص المعني كيف قرأت هذا الـ سبحان الله يعني وسعت رحمته السماوات والأرض قادر أنه يحل إشكال اللي كان دام 24 سنة في 24 ساعة أيوة ف... مشكورة <applause> على هذه الجملة <applause> فمذهل الموضوع لكن أنا اللي أذهلني في القصة هذه تعرف انا نتلقى عشرات الالاف يعني من الاشخاص ان نشوف انه المعضله المشتركه لدى البشر هي رفضهم لواقعهم الانسان ما هوش قادر يقبل كل واحد حب اكثر الفقير ما هو عاجبه حاله الغني ما هو عاجبه حاله اللي بصحته مش عاجبه حاله اللي عنده والديه مش عاجبه حاله مش عاجبينه والديه كل واحد يلقى لك السبه كيفاش يرفض الدرس والعبرة اللي علمتها لي ياسمين وعلمتها لكل مشاهدين وعلمها لي أمين سيك هي كانت متصالحة رغم شوف يعني أحكام المجتمع وأعراف المجتمع كانت متصالحة مع الموضوع وكان عندها استعداد أنها تواجه الموضوع كان همها في القصة أنها تجد حل تبحث عن الوالدة تاعها رغم الضغوطات اللي كانت ممكن تمارس عليها المجتمع وما خافتش أنه راجل ممكن ما يدينيش على خطر أنا مجهولة النسب فلإستعدادها هي وشجاعتها جاب لها ربي وكرمها براجل شجاع كيما هي وقف معها وين ربي سبحانه وتعالى وين حبي كفاهم في 24 ساعة علاش لأنه الاستعداد تاع الإنسان أنه يتصالح مع حياته ويتقبلها كيما راها يرضى ويسعى فجاهم الحل وكانه من سبع سماوات مم. يعني سمع لهم الله سبحانه وتعالى واستجاب لها وقصه مؤثره جدا وعبره فيعطيكم الصحه ياسمين يعطيكم الصحه امين ما تقنطوش ممكن هذا الحل تاع السكن الان راهو يبان حاجه كبيره انتم شوفوا على واش جستو ربي سبحانه راه, مم. راه مم. ما نريحش اه لازم نبقى ما عنديش كشوت ما عنديش منزل تاعي انا نحل الباب م. ندخل نحب نخرج نخرج دائما نبقى نقول دوك يجي دق قليل ما نريحش كاع في, في مخي م. م. لازم لي لازم لي لازم لي شغل باش نفكر ونخمم باش نخدم حوايج واحد اخرى السكنه ما خلاتليش كاع الوقت هذا أنا م. م. معك امين هي كي نشوفوا لها بالمنطق ونشوفوا يعني وضع المجتمع ونشوفوا لها تبان صعيبه الموضوع لكن انا نقول لك انا انا متيقنه في الموضوع انت رجل وقفت يعني وتحديت المجتمع ويعني كانت الفاتوره غاليه اتوقع يعني نظرات أكيد المجتمع أكيد انتقادات أكيد المجتمع, أكيد المجتمع احكام المجتمع ولحقت لهذا الحل فاكيد انه ربي سبحانه وتعالى راح يكرمكم على التضحيات اللي قدمتوها على التصالح الدروس والعبره اللي قدمتوها للمجتمع فان شاء الله ربي يفرح قلوبكم ويجمعكم في بيت واسع ان شاء الله شكرا استاذه نوال وكما قلت لك ربي ان شاء الله ما يخليكمش والناس لا ما يخليوكمش، لانه انا اعيد واكرر أنه, انه نحن يعني هنالك مسؤوليه جماعيه في المجتمع، هي المحافظه على بعضنا البعض، المحافظه على المواطنين، فمن يستطيع ان يساعد الاخ امين وزوجته وعائلته في الحصول على سكن في بلديه شرشال نحن ندعوه الى التواصل معنا او الى تعجيل هذه الخدمه. أستاذ نبيلة واضحي المحامية الكريمة استمعت إلى قصة أنا لن أطلب رأيك كمحامية لأنه رأيك كمحامية سنستمع إليه بعد قليل في قضية عبد الرزاق ولكن رأيك كمشاهدة في هذا القصة فعلا تأثرت بزاف بالقصة والحمد لله ألف مبروك يعني نقولوا أنه الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش يعني نشوفوا أنه بحصة تلفزيونية في 24 ساعة لقات الوالدة تحا آه الحمد لله ومن من كانت انسانه مجهوله النسب الى انسانه يعني الحمد لله ربي رزقك بزوج ورزقك بعائله سمعتها تقول العجوز ديالي تو هذا شيء يعني عجوزتها رائعه عجوزتها جات معاها يعني ما شاء الله يعني هذه قدوه لكل العائلات الجزائريه حتى الزوج المحترم ان شاء الله ربي يزيد يجمعهم في سكن م. حبيت انا ما نقدرش ما نعطيش رايي كمحاميه الله غالي <applause> لانه سمعت الجريمه تاع الاختطاف نشوفوا انه الحمد لله المشرع الجزائري ولا صارم في في التعديلات الجديده ولا صارم فيما يخص جريمه الاختطاف، لانه حتى وصلت العقوبات حتى للمؤبد وللاعدام لما يقترن الاختطاف بامور اخرى، علاش نشوفوا لك حرموا طفله، طفله باهلها بيماها باباها بالعايله تاعها باسمها، رجعوها عاشت 24 سنه كطفله مجهولة النسب. والحمد لله نقدها الزوج الزوج ديالها وكونت اسره يعني كانت قادره حياتها كامل تضيع على جال الجريمه هذه، بالتالي يعني نقولوا الحمد لله اللي القوانين كاين امور اللي يشدد فيها القانون وذلك نشوفوا علاش العبره لماذا. وللامانه فقط هي ياسمين ياسمين وامين يعني حكاوا اشياء شابه يعني كما نقولوا، اشياء جميله. ولكن الاهوال التي مرت على ياسمين وعلى امين هي اهوال فظيعه جدا ما كانوش يعرفوا بعضهم ولكن الاهوال اللي عشتها ياسمين في منزلها الاول يعني كارثيه يعني انا ما حبيتش تهضر عليها الان لانه عندها بنت ولكن هذا لا يعني ان المتسببين في ماساتها يبقوا بدون بدون حساب شكرا لك استاذتي ما سوف نتوقف مشاهدينا الكرام مع فصل إشهاري لعرض أرقام الهواتف لكل من يريد المشاركة معنا في البرنامج وإن شاء الله كما فرحت ياسمين يفرحوا البقية المواطنين الذين شاركوا معنا في نفس الموضوع البحث عن عائلتهم سنعود بعد قليل عدنا اليكم مشاهدينا الى اخر جزء من حلقه اليوم التي اخبرتكم انها ستكون مفرحه ومسعده لنا ولجميع المشاهدين. الضيف الثاني الذي سنستقبله في هذا الجزء هي الامال التي زارتنا من احدى بلديات العاصمه والتي استقبلناها في حصه كانت لاقت رواجا كبيرا من قبل المشاهدين خاصه على مواقع التواصل الخاصه بقناه الشروق. الحلقه كانت معنونه ب التنمر الجريمه الى متى؟ وتحدثت امال التي ولدت بشكل مختلف عن الاشكال التي يلد بها الرضع ولكن ولكنها للاسف تحملت لسنوات طويله الشتائم والسخريه من جميع من كان يقابلها رجال، نساء، اطفال وحتى شيوخ. التنمر هو جريمه تؤدي احيانا بالاطفال وحتى بالبالغين الى الانتحار لانهم غير قادرين على تحمل الكلام الجارح الذي يصلهم عبر مواقع التواصل او حتى في الشارع ولا داعي لاسترجاع المقاطع التي تحدثت فيها امال عن ما كانت تعانيه ولكن هي اليوم معنا مختلفه كذلك مرحبا بك امال بك السلام عليكم لاباس لا لاباس الحمد لله الحمد لله امال في الحلقه اللي فاتت ما كنتيش قادره تهضري حتى جبنا ماماك قعدت معك ولكن اليوم راكي وحدك لا الحمد لله اه كي حسب لك قادره تواجه الكاميرا وحدك اي لا والله الحمد لله اليوم أه خاطر المره اللي فاتت أه كنت يعني راح نحكي شويه الظروف اللي عشتهم مازالهم صراحه إن كي نجبدهم يقيسوني على بها بي أه جبتهم معليش ما نحكوش عليهم كما يقولوا بالغموقات بالتفصيل أه. ولكن نحكيه باش الناس يتعلموا لانه انا نأكد لك يعني انه اثرتي في بزاف ناس وربما الكلام تاعك اللي قلتيه خلى هذوك الناس اللي يقولوا تعليقات سلبيه على الناس اللي عندهم اوضاع صحيه مختلفه ولا اشكال مختلفه خلاهم يراجعوا نفسهم لانه بالك احنا قرينا فيهم النيه كما يقولوا بالك ما على بالوش بلي راهو يقيس في يعاير فيه ولا يضحك عليه على خليقته صح لما سمعك انت تهضري بهذه الكلمات المدويه اكيد انه اثرتي فيه يعني وهذا الشيء وحده تستحقي عليها آه التحيه صح احكي لي امال كيفاش شفتي الحلقه في الدار شفتها يعني, يعني هكا من جهة مفتخرة بنفسي الحمد لله اللي قدرت نوصل صوتي أه. آه خاطرش كاين بزاف ناس كيما أنا بصح صح الله غير ما يقدروش يوصلوا صوتهم ما يقدروش أه. يعبروا على المشاعر اللي كانت داخلهم وانا والله الحمد لله كشغل فرحت بزاف كي اه صراحي أه. وصلت لحب ويعني زدت فرحت جاتني الثقه في نفسي كي شفت ما شاء الله الجمهور لي كومونتير برا ثاني كي يقولوا لي ما شاء الله انت يا جميله وهكا شغل آه. هذيك الهضره لحب كلمه تزرع فيك الثقه لحب ما يعني يعاونوني بالمال ولا حاجه ماديه اللي نقدر ندير بها عمليتي بصح الحمد لله زرعوا بزاف هي الامل وبزاف الثقة في نفسي الحمد لله ونشكرهم كامل جميع واحد قال كلمة طيبة فيا ولا ساعدني يعني الحمد لله نشكره بزاف طيب إيه أمل أنت كيف كي معنا أول مرة كنت إنسانة غير معروفة على الأقل كنت كانوا يعرفوك مجموعة قليلة ربما اللي يقراوا معاك صح لما فتي في في قناه يعني وهذا الشيء صار لجميع المواطنين في كل القنوات في كل البرامج، المواطن يولي نوعا ما شويه معروف يسهل التعرف عليه برا في الشارع. واش كانوا يقولوا لك الناس يعني؟ قولي لي واش كانوا يقولوا لك بالتفصيل يعني كي يشوفوك؟ كي تلاقوني مم. بزاف يقولوا لي امنيتنا كن كنا كنا نتلاقاو بك الحمد لله تلاقينا بك وكشغل مام اللي جان هكا تلاقوا بيا قالوا لي هكا كي حاجه ما اي واحد يدنا لي كلها انا هنايا يعطيهم صحه هذو الحميز ايه دي الحميز تاع الزوار اللي كامل يقولوا لي انا بمثابه خوتك يعني كي انا ما عنديش خويا ثاني كعيطوا لي بزاف كبار في السن يقولوا لي انا حسبينا باباك عمومك يعني والله يعطيهم صحه بزاف شغل كانوا كل ما صراحه زادوا لي الثقه في نفسي حسي حسيتي حسيتي باللي حياوك؟ حيوني وكشغل عوضوا لي هذاك الجرح اللي كنت عايشه به لسنوات ايه نعم كشغل عوضوه كي تولي تشوف هكا تقول معليش ننسى هذوك الالام وننسى هذوك اللي يشتموا هذوك بعض الناس كي تشوف تقريبا الشعب الجزائري كامل وقف معايا الحمد لله يقولوا هذوك اللي قالوا الكلمة السيئه يقولوا ما يبانوش صحيح ويعني يعني الحمد لله تعرفت على اصدقاء في, أه. في الانستغرام دوكا ولا عندي عندي اصدقاء زوج من الحلقه من الحلقه يعني بزاف الحمد لله حكينا عليهم كيفاش دايرين هذو صديقاتك الجدد بنات بعثوا لي قالوا لي انت امل شفناك في الحلقه متشرفين وكشغل عبوث كشغل حكيتي على حكيتي على هكا ظرف معين كاين بزاف اللي تعاني منه صحيح <applause> ومازالهم لحد الان نهضر معاهم ولو صديقات يعني من المقربين <applause> واحده من القسنطينه وواحده <applause> من سكيكدا ثاني كما بزاف امهات عيط... عيطوا لي قالوا لي ولاد ولادنا كيعانوا كي من التنمر ما قدرناش كيفاش انت وصلتي لنا يعني أنا تحس بواحد الشعور ما تقدرش توصفه حسيتي بالفخر يعني <applause> انا كنت قلت لك في اول حلقه لما جيتي كنت قلت لك انه انت راكي تهضري بلسان لانه ل... لانه كاين بزاف اطفال لاسباب معروفه واسباب غير معروفه يزيدوا بشكل مختلف <applause> وما يسموها علميا مالفورماسيون بصح انا ما نحبش نقول مالفورماسيون ولكن يزيدوا بشكل مختلف لظروف مختلفه يعني والانسان ماهوش مسؤول على شكله كيفاش داير كيفاش زاد لانه زاد هكذا هذه خلقه ربي على بها ربي يحاسب الناس اللي يضحكوا على خلقته مم. انا قلت لك باللي كاين الاف الناس اللي يزيدوا بنفس بنفس الشكل اللي راكي فيه حاليا وبالك مم. ربما ماشي قادرين يهضروا فمجرد انه انت فتي في التلفزيون وهدرتي بهذيك الطريقه ودافعتي على حقك في الحياه وحقك في الاحترام هذا وحده انجاز كبير يعني الحمد لله هذا بفضلكم بفضل ربي سبحانه انتم نشكركم نشكر كامل اللي وقفوا معايا لحبي يعني يعني وقفتوا معايا وسمعتوني م. وسمعتوا و دموعي ربي ان شاء الله يعطيكم ويجازيكم ان شاء الله م. ربي يعطيكم ما ان شاء الله. هي هي احنا ما قلناش كلش لانه الحلقه كي تعرف كاين وقت دفع مرات نحتارموا هذاك الوقت تاع البرنامج ولكن في الحلقه كان لازم نحكيو على سلسله عمليات لازم تديريهم لانه انت حاليا عندك مشكل في الظهر مشكل في العين ومشكل في الفك ايه في الفك تاعي النظر تاعك راهو يتراجع يعني أو كل ما يتراجع للاسف على بها حبيت نوصل صوتي باش نقدر ندير عمليتي خاطر كل ما النظر تاعي راهو ينقص للاسف ما كيش تشوفي في القسم مليح اه ايه لازم تقعدي في لافون باش تشوفي لازم الطاوله الاولى ابار الطاوله الاولى ما نشوفش وللاسف النظاره الثانيه ما نقدرش نديرهم على البعد هذا تاع النظر منها يوجعوني وما نديرهم ما مي... ما يعطونيش آه. شغل الوجده لازم عمليه ايه وثاني الفك تاعي شغل الاسنان يتضرر بزاف شغل الله غالب وليت حاشاك ريحه مهم هكا مهم بزاف مشاكل في الفك تاعي واسناني مم. وثاني كل الكتف تاعي ما ما نقدرش زعما كتابات كي نروح نقرا ولا ما نقدرش نرفد بزاف غير شويه شويه على بها حبيت نوصل صوتي كش ما زعما واحد قادر ولا اخواني اللي قادرين يعاونوني ان شاء الله نقدر ندير عمليتي هي على يعني على بالك باللي الجزائريين معروفين بالمواقف الشهمة معروفين بالمسارعه الى التبرع من اجل مساعده الاشخاص اللي يكونوا محتاجين بشرط انه يكونوا فعلا محتاجين الى مساعدة لأنه كما كان أمل ومثيلتها بحاجة إلى مساعدة مالية هنالك الكثير من النصابين والمحتالين والذين يتجرون بأبنائهم ولكن أمال يعني كما تشاهدون هي ورقة شفافة هي وأهلها أمال قالت أنه هي عندها أخوات فقط ما عندهاش إخوة والحياة صعبة والواقع صعب والعمليات مكلفة ونحن سنقوم الآن بعرض رقم هاتفها وعرض حسابها الحساب البريدي الخاص بوالدتها من أجل استقبال تبرعاتكم وكما قلت لها أنه أنت أكي اعتبروها كذلك يا ابن من بناتكم وكل إنسان بإمكانه أن يرسل على الأقل مبلغ يعني آلاف أو أي مبلغ يستطيع مساعدة أمال هو بمثابة إحياء ل لروحها التي عانت لمدة سنوات طويلة من مشكلة التنمر والتي تبعها مشكل مشكلها الصحي كيف ما حاجة حبيتي تزيد تقوليها أمال؟ لا والله حبيت نشكر كامل اللي عاونوني لحب يعني بكلمة قلت لك أه. زادوا زرعوا فيها الثقة ويعني كل تشوف هذوك الناس تنسى ولا تنسى بزاف الجرح اللي كان فيك والحمد لله يعني بارك الله فيكم وفيهم مم. يعني لمزياد لمزياد ان شاء الله ان شاء الله امل امل اخر حاجه انت قلتي لي في الحلقه اللي فاتت قلتي لي انا حياتي كامل وانا ندير في اشياء باش الناس يرضاو عليا ويتقبلوني على با انا ما حبيتش نعلق هذيك المره مي على بالك باللي اللي يحبك دركا لازم يحبك كيما راكي يحبك على جال انت كيفاش دايره ماشي لازم تكوني بشكل معين باش يحبك ما تزيديش تحوسي على حب الناس نعم داكور هذه اهم نقطه لازم نعم. تركزي عليها استاذه نوال الحاله الثانيه التي استمعنا اليها هي تغير في شبه تغير في شخصيه امل التي جاءت منكسره في الحلقه الاولى مدمره نفسيا ما قدرش تهضر بدون حضور هو ولكن اليوم راهي وحدها الان صبيه شجاعه نعم يعني كل الشكر للحصه قبل كل وكل جنود الخفاء يعني اللي واقفين على هذه الحصه انا نقول ساعات الانسان يشي في برك ينتقي يقول باللي انا ما عييت راني نعاني هضرتكم راهي توجعني لانه شوف ساعات كي نكونوا حنا نتعرضوا للانتقاد والاحكام نعتقدوا انه الناس هذوك راهم شرانيين ومهما استعطفتهم مش راح يتعاطفوا مي شوفي, شوفي كي جات الحصه وعبرت وهدرت انتفضوا يعني انتفض الشعب نفضة الرجل الواحد يعني وظهرت فيهم الشهامة وإحنا بلد المليون ونصف مليون شهيد تحركت فيهم الوطنية تحركت فيهم العروبة تحرك فيهم الإسلام تحرك فيهم كرم وشهامة الرجال تحركوا جاوا قالوا لها عرضوا عليها المساعدة ساعات لازمنا فقط نتصالحوا مع أنفسنا ونقولهم ريت وجعني هدرتك معليش كنت حسن فيها شوية راني نتألم ماكش حاس بيا مي... كي وصلت كلامها ووصلت الرساله للطرف الاخر تعاطف معها الطرف الاخر انا نقول التغيير يبدا من الداخل <applause> هذه هي لا اللي عطاتها لنا التغيير الانسان لازم يتصالح مع الاشكال اللي عنده ولا النقص اللي عنده ولا التحدي اللي عنده مهما كان شيء نتصالح ونعبر للناس واكيد راح كي نعرف نوصل رسالتي للناس راح يتعاطفوا معايا وانا ما عنديش شك انهم راح يزيد تتلقى المزيد من دعمنا من على اللي البلاد احنا الرجال سواء كانوا في السلطه او الشعب الرجال راح يوقفوا وعندهم الكرم معروفين احنا بالكرم بالشهامه وراح يدعموها وان شاء الله والحماس معمره بليزون دافير يعني هي ايه قالت انه يعني اتصلوا بها انا نعرف باللي شهامه احفاد شهداء ما راح يخلوها هكذا وراح يوقفوا معها ان شاء الله نسمعوا إليك سمع خير في الحلقات القادمه ان شاء الله ان شاء الله باش ما تزعفش امال لازم نصفقوا لها ثاني وصلنا مشاهدينا الى اخر مشارك معنا في حلقه اليوم وهو الجزائري المقيم في فرنسا السيد عبد الرزاق و عبد الرحيم عبد الحكيم يعني عبد الرزاق انت كنت ضيف معنا في حلقه سابقه ستعلق على قضيتك الاستاذه نبيله واضحي بعد قليل عبد الرزاق لما فت في الحلقه اللي فاتت كنت تحدثت على وضعيتك القانونيه المعقده التي تسبب فيها والدك اقاربك يعني اقرب المقربين هو ليس مبلغك وضعيه اداريه شبه مبهمه ومعقده جدا وانت رجل اعمال ومستثمر في فرنسا وانت مهدد بخساره كل الحياه التي بنيتها على مدار سنوات لوحدك والخساره ستمتد كذلك الى اولادك ومنه الى احفادك شوف عبد الرزاق انا كما قلت لك مقوي في الكواليس انا ما حاش نهضر ما حاش نطرح راح نخليك انت تشرح للمشاهدين وتفصل م. القضيه تاعك هذه القضيه الكارثيه طيب م. الكلمه لك عبد الرزاق وتفضل أه كما حكيت في المره الاولى انه الاب نتاعي زوج بالام نتاعي الحقيقيه يعني زواج عرفي دام ثلاث سنوات أه ومن بعد تعرف على هذه مرت بابا وقع الطلاق يعني طلاق عرفي ثاني في الوقت اللي طلقت الوالده تاعي كانت معها اختي يعني عندها عام عام ونصف وانا كنت مازال ما راحت في كرشها؟ كنت في كرشها يعني. روحت من بعد كي دنا انا لها مصاريف باش تصرف على الطفل هذيك دوموندات بالاب هذا باش ما يتكفل بالمصاريف تاع الاولاد هو رفض لانه ما عنده لا عقد زواج لا رفض هنا استعمل القوه ودانا حنايا يعني انا واختي دانا معاه وهنايا كنت انا محطوط على اسمي الحقيقي يعني عبد الحكيم واختي كانت محطوطه على اسم خالتي يعني م. اخت الام تاعي وهذه المعلومات كلها مؤكده مؤكده بالوثائق بالوثائق وفي الوقت هذا حالي يعني وقت زدت مرت الاب جابت طفل هذا عبد الرزاق عبد الرزاق هذا ما طولش مات م. والاب نتاعنا كي نحى نحى الاولاد من فما من عند من عند الوالده تاعي، الوالده تاعي صار لها انهيار عصبي دخلت مستشفى, مستشفى الامراض العقلية. العقليه. يعني صحيح هو يعني من هذيك المرحله باش ينحي طراس يعني باللي هذه الام هذه ما عندها حتى علاقه مع الاولاد هذو انا حطني على الاخ تاعي اللي هو عبد الرزاق حطني عليه والأخت نتاعي خلاها هكاك يعني بقات في ما حتى اللاج وين تزوجت، ومن بعد كي تزوجت فاقوا الخالة تاعي فقط باللي محطوطة عليها، وقع بيناتهم مشاكل مشاكل عاود غيرها رجعها للأم، لكن في اللقب ما, ما صحلهاش اللقب يعني خلاها مش اللقب تاعها مش صحيح بقات هي هكاك بدون أوراق الى غايه 2021 انا عشت مع الـ مع مرت الاب عشنا انا اختي نورمال ما ما لبناش ما كناش نعرفوا بلي هذا هذه الام مش امنا بس كنا عايشين مع خاوتنا مع كلش حتى من كبرنا لاش دا كان زون هذاك الوقت بديت نعرف بلي الناس لا فامي يحكيوا بلي انت مش امك هذه امك مهبوله امك هبلت امك نحاولها الاولاد منك بدينا الحوس وكل تعرفنا اسمه بدات تكسر العلاقه باللي نعرفه باللي ما كنا نحسوا بالاب هذا كان قاسي معنا بزاف يعني سرتو انا واختي كان كان يضربنا يعني كنا نتعاملوا معامله يعني صعبه بعد هذه اختي يعني باش اول حاجه بدا باختي يعني قبل ما توصل لاج تاع 18 طون ما في 16 زوجها تنا منها بقيت انا انا لاج دو 19 ولا 20 زاد حاوزني يعني خرجت لبرا <applause> نرقد برا نقعد لبرا في الوقت هذا هو كان يعني لاباس به في الوقت هذا كان هو يستعمل يستعمل القوة تاعو كيما راه يستعمل يعني درك ال... كان وين يعني وين نروح للمكان اللي من من لافامي اللي نروح له باش يعني نقعد فيه ولا هو يستعمل معاهم باللي لازم تحاوزه بقيت نعاني في هذاك الوقت وتقطعت عن الامور بيناتنا بصح بقات مشاكل مشاكل مثلا في الاوراق نتاعي انا كي نجي نخرج شهاده الام ما عنديش كارنيت فامي باش ندير الملف ولا لازم نروح بطريقه اخرى باش نخرج اني يعني عانيت معاهم في مام هي محطوطه على بلي ولدها عانيت معاهم في, في الامور هذه الاداريه المهم انا بقيت هكاك دخلت عالم التجاره مشيت تغيرت حياتي طيب عبد الرزاق هذه التفاصيل يعني المشاهدين يمكنهم العوده الى حلقتك الاولى ومتابعه هذه التفاصيل اللي راك تعاود فيها ولكن انا اني حاب نعرف واش صرا بعد ما فت في بعد ما فت في الحلقه وقلت انه تم التلاعب باسمك وبوثائقك واش صرا؟ هم بداوا اول حاجه اللي بداوا بها هو تغيير الام غيروا الام غيروا الام عاودت انا رفعت قضيه وعاودت رجعت الام هنايا بعد كيرجعوا كر رجعت الام خلاص قلت انا المشكل انتهى جيت عرضت الحكايه تاعي باش نعطيته يعني مجال في الحكايه باش ما اسمح لي برك هنا عبد الرزاق للامانه هو حضور عبد الرزاق في البرنامج بدرجه اولى كان محاوله اصلاح العلاقه مع الاب وكان أعطاه هامش من اجل استرجاع علاقه اب وابن لم تتم بالشكل المطلوب يعني برك للأمانة يعني عبد الرزاق لم تكن لديه نوايا من أجل تشويه صورة والده أو صورة العائلة ولكن هو حكى الأشياء التي مرت عليه إذا كان الأب هو الذي تسبب لابنه بالمشاكل فما يجب أن يلوم عليه نفسه ويجب أن يلوم نفسه على تدمير حياة ابنه وليس على مجيء ابنه إلى البرنامج من أجل الحديث لأن عبد الرزاق ليس لديه أي مجال آخر لعرض قضيته واصل عبد الرزاق؟ <applause> بعد ما درت القا قضيه تاعي في شرو الوالد تاعي هز الفيلم هذا ويبين فيه باللي باللي الابن هذا راه يصرح باللي الام اللي راهي محطوطه عليه مش هو هنايا خذا اجراءات اخرى وهو الاجراءات اللي اللي راهو دايرها دوك انا كنتش نعلم بها غزما المحامي تاعي اكتشفها أه دار لي اثبات وفاه الشهود من لافامي تاعي شهدوا عليا باللي انا توفيت توفيت في بعد ولادتي بسنه في السنه اللي ولدت بها شكون هذا الشهود عبد الرزاق وعلاش هم يديروا هكذا؟ اه انتقام ولا ما فهمتش كاين اللي مع... كاين يعني باسكو انا شاك شاك فوا نلقى شاهد نتصل به يعني نحوس نفهم على باسكو هو الاب نتاعي شاك فوا خرج استوار اخر ويتعاطف معاه يحكي حكايه اخرى ما يعطيش الفيرسيون الصحيحه باش يربح الناس باش يروحوا يشهدوا معاه كاين اللي لقيتهم يعني صح يعني هما عارفين و يعني عارفين ومديرينها اكس بي يعني وكاين اللي يعني راحوا في في حكايه ما ما يعلموش يعني خلفياتها اه خلفيات واللي ما يعلمش نقولوا اجبد يعني خلي الامور تمشي واللي يكمل راني معهم بالإجراءات القانونيه درك انا المشكل حابين نحيل الاسم لي الاسم الاول يعني متوفي هذا الاسم الثاني راح ينحيه لي ما راح نبقى انا بدون اسم ونبقى اسم اموري هنا تجد العقد اكثر من مرة الاولى يعني اشرح, لي لي واشرح للراي العام والسلطات الى نحالك الاسم واش راح متوفي ما نقدر متوفي هنا ومن بعد يبعثوا باللي اللي هي راك متوفي يسمى انسان متوفي مم. انت متوفي وعندك املاك هنا واللي هي وكيف راح تدير لهم صحيح مم. تفقد كل شيء كل شيء ما, يعني ما عندكش الصفه فوالا المشكل المشكل هذا هذا المشكل كل على جال على جال الورث يعني والورث هذا مش حاجه كبيره ولا حاجه هو يعني سبه برك باسكو باسكو الامور بدات من بدايه البلاد هو يغير ويشونجي ويبدل في الامور يعني مشاكل هو بدا بها من الاول بعد صح قول له عبد الرزاق قول له انا مانيش طامع في شيء قولوا <تخلق> انا مانيش <منشطمع تصفيق> انا مانيش طمع خلي لي اسمي انا مانيش طمع الاسم هذا انا عطوه عطاته لهذا الام هذا يعني باسكو هي هي اللي تخاصمني اذا اذا تنحيه لي ولا ولا يعني في حياتي كامل ما عندناش خصام ولا قضيه تاع باش نديروا الاسم تاعي ولا يعني الام هذه ما عنديش معها ما عنديش معاها مشكل في الاسم باركونت الاب حاب ينحي لي الاسم هذا هو ما عندوش حتى صلاحيه باش ينحيه لي بس رفع عليك دعوة رفع رفع دعوة في الحالة المدنية بدون بدون حق يعني ما يسمحلوش القانون باش هو ما دمني انا ماجور هو ما عندوش الحق باش يدخل للحاله المدنيه وينحي لي الام هو دارها على وعلى هذه انا باغي طيب رئيس محكمه أه أه أريس. اريس محكمه اريس محكمه اريس هي ككل المحاكم الجزائريه التي يقوم فيها العمال بمجهودات جباره من اجل ضمان سيروره العداله بالشكل السليم. ربما وصلت الى مسامع محكمه اريس معلومات مغالطه ومغايره لما يحصل ما يتعرض له عبد الرزاق ونحن ندعوه من البرنامج للتركيز مع التفاصيل التي يرويها السيد عبد الرزاق الذي يطالب بحقه ولا يطالب باخذ حق غيره او اسقاط نسب غيره. كاش ما رساله حبيت توجهها للسلطات بشكل مباشر عبد الوجه لهم يفتحوا تحقيق معمق في القضيه في كل المراحل اللي فاتت عليها باش يبان يعني تبان الامور وتوضح القضيه تمام طيب سي بون قلنا كلش راك راضي على هذا هدل... الحمد لله الحمد لله طيب سانتقل الى الاستاذه المحاميه نبيله للاستماع الى هذه الحاله انا اول مره نشوف نسمع مرات انه اب يريد اسقاط ابنه من اسقاط نسب عن ابنه اللي دار مشكل الذي خان الوطن الذي قام بجريمه فظيعه وحتى اللي قام بجريمه فظيعه من حلوش الاسم ما الذي يحصل لسيد عبد الرزاق؟ انه نعرفوا انه الاباء حتى يكونوا قاسيين على الاولاد يكونوا صغار لكن كي يكبروا حتى هم كبروا حتى هما راهم كبروا الوغ يحوسوا على اولادهم باش يلموهم باش يدوا الحنانه من عندهم باش يوقفوا معاهم حنا في هذا لوكا رانا نشوفوا العكس يعني هذا الاب للحق ربي يهديه للحق سن معين زالوا يواصل في هذه التصرفات ربما فيما سبق ما كانتش الرقمانة ما كانتش الامور في الحاله المدنيه كما راهي اليوم لانه صعب انه في اليوم يصرى واش في الماضي لكن نبقاو نقولوا انه حتى ان هو راح يحاول انه يسقط عليك النسب ديالو او يثبت أنه متوفي يثبت أنه يسب متوفي شهادة وفاة للرجل الذي نعم. يحضر معه. نعم إسقاط إسقاط النسب يكون فقط بدعوى اللعان، واللعان يكون ثمانية أيام بعد اكتشاف الحمل أو بعد الولادة، يعني اكتشاف هذا المولود لأنه ما رناش في حالة إسقاط النسب، هو ره في حالة تزوير واستعمال مزور، هو ره زور أنه هناك الابن هذا عبد الرزاق هو اللي توفى. ووضعك انت في مكانه يعني اليوم راهو يقدم هذه الامور وكانه العداله في باله بمجرد انه يقدم راح تعطي له الشيء اللي راهو حابه في حين انه لا انت راك تقول انه كاين اشخاص من العائله على بالهم انه هناك زواج عرفي على بالهم انه الوالده تاعك راهو راهو الوالده تاعك وراهي توفات مسكينه في مستشفى المجانين يعني على بالهم كل 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 هذه الحكايه هذه والقاضي راح يقوم بتحقيق هذا التحقيق وحتى انت راح تسعى باش تجيب هاد الناس اللي يثبتوا فعلا انه انت الشخص ابن هذا هذا الانسان وانت شخص مازالك حي في حين انه الاخ تاعك هو اللي توفى وراح اكيد راح العداله الجزائريه راح تكون معاك لانه ماشي طبيعي انه انسان حي يتقدم وكما نقولوا لي ماجوري فاكسيني راك شخص كامل الاهليه راك ديباسي 19 سنه يجي الوالد تاعك بعد سنوات يدفع انه لا هذا ماشي وليدي ووليدي راهو توفى <applause> هذا الشيء ماشي طبيعي يعني القاضي ما راحش يكون معاه مادام انه ما كانش هناك تحقيق وانت الشيء اللي مليح انه راني يعني كي سمعتك سمعت انه جماعه من الناس كثير حتى لو كانت تحب تولي تر ترجع من بعد وتثبت الزواج تاع الوالده تاعك من الاب تاعك الزواج هذا العرفي تبتوا اثبات هذا الزواج العرفي ثم يثبتوا انك تنسب للوالده تاعك وليس لزوجه الاب هذا الشيء ممكن يكون وتمشي فيه العداله الجزائريه لانه العداله تحوس تعرف حتى لو كان الاب والام توفيين اذا كان هناك اثبات زواج عرفي كان هناك شهود كانوا ناس اللي عاشوا معاهم وسمعوا باللي فلان كان مزوج مع فلانه وكان الابن فلان وفلانه يعني الامور هذه تحتاج الى تحقيق فعلا وتحتاج الى شهود لكن دائما يكون هناك حل باذن الله طيب تفضل يا تفضل انا ذوك محطوط على على مرت يعني مرت الاب نعم. وهم غيروا لي على الام حقيقيه وانا رجعت للام الام الاب باسكو انا ذوك عشت حياتي كل انا محطوط على ام الاب وي وعندي اموراتي كل اوراق يعني الوثائق تاعك صعب نقدرش باش نعاود نرجع الام الحقيقيه نعم. يعني عبد نعم. الرزاق نعم. اذا فهمت انت تريد العوده الى اسم زوجة الاب نعم هو راه لأنه أرأني انا وهو كعد كعد انا رجعت لزوجة الاب وما عنده حتى حل استعمل اثبات الوفاه الوفاه اثبات والأم. يعني حتى هذا ما راحش يكون لانه راح القاضي راح يقوم بتحقيق ما راحش يكون بمجرد انه يقدم له شهاده الوفاه وهذا راهو شكون راهو ابن شكون مم. يعني هذا الشيء كامل راح يكون في صالحك فقط انت يا كما يقولوا تجند وجند المحامي تاعك معك وباذن الله ربي راح ينصرك وهو نقولوا ربي يهديه انه الاب كي سن معين ومازال يدير هذه التصرفات ما نبقاوش ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. يعني عبد الرزاق انا قلت بلي حلقه اليوم هي حلقه المتابعات وحنا وهذه فرصه من خلالك نقول للمشاهدين أن المتابعات يضمنها برنامج عشت وشفت ليس فقط للأخبار الصارة والمرفحة ولكن حتى في كل التطورات التي مست القضايا التي عرضناها في البرنامج وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة التي مرت على عجالة بأفراحها التي كانت في الجزء الأول و بتعقيداتها نتمنى أن نلقاكم الأسبوع المقبل دائما في نفس المنبر ونفس البرنامج نفس التوقيت ونفس القناة بحول الله سيد معنا إلى ذلك الحين أطلع في رحكم إلى اللقاء